أرجع يلا هي سكنة جنات النعيم وإن هي يمرض مرض الموت ولا عدريت بحطب ولا عدريت بشيء ومعي جارية طلع من السلامة نحسب إنها آمن وحن في وجه الله من بعض العرب عود طالب طلع من السلامة بعدها بشهر ولا يمكن شهر ونص للعرب قالوا أهلح العداوة ولح الحجم أعطنا لها طيب والله بشيء وطلع هذيلة لو والله ما عاد بشر وأقص جرتهم لو والله أنا في هنقر جاري جيت انا ابحث علشان حطب في عقب مبنى من يغني لي بيوت من ياها تمشي الايام اليوم جينا في مجلسنا عند رجال شهر من عندي فن هنا الطريق والله انت عملنا قصيده يقول هو راي الحطب فنط الشاي من هناك انا اعطيه قصيده اقدر وقفه وقلت له يا طويل العمر السلامة بيوتنا مغناها وقلت سلام عليك اللي محمد النبي وصاله لا يؤمن بايقه يا جاري اللي قد حسبت بحسبي يا جابر انكسر الزمان وعايقه أفديك وأعزك وأبدونك صبي يمنعك من ريح الزمان الحايقة وأثرك تعقبني وشليت خطبي حتى الشراز اللي نطش بايقة ما هي غريبة لو تعلمت السبي تمشي مع الحنشل بسرعة فايقة وأنا مع الطيب خابر مذهبي يمنى وها وعيوني ما يمايقة في شمس الدنيا يشرقي بي وغربي وش في ضيومي لا قبلت مسايقة ويا نار غيظي انطفي بي والهبي واسقيه من حمى الزمان يا ذايقة ويا الأرض هزبه زلازل وقلبي عليه جعله ما يشوف مايقة وهذا الذي ما هو بيمنع هشني بيمنع قولوا ان القلب ما هو طايق ونزلت انا والعوال وقلت ماذا اليوم بنتقضى ويوم وصلت عند المحاسب ب 400 ريال تقضيت بنت صغيره تمعي عرفت هن يعطيه البطاقه للصراف صار جاء الرجال اسحب قال مرفوضه قلت نزل ذه قال مرفوضه قلت نزل ذه قال مرفوضه قلت نزل يا معي قرضنا الله ينصرنا على الرأي اضره قد ملخه والله وانا توي طلع من السلامة عادني ماني ابغى انكسر قدام لا تنكسر امام الانثى انتبه خلك في عنفوانك الى اخر اللحظه والله يطلع من السلامة تعود طلعت والله ولا شريت والله العظيم انكسر حطيته بيوت وقلت ظروفي دايما تطفي شموعي وتحرمني من اغراض كثيره بعض المتصلين ترى ظروفي دايما تطفي شموعي وتحرمني من أغراض كثيرة تعاندني ولا تمشي بطوعي وعيني بك وانا يدي قصيرة وقلبي من ورا حد بضلوعي ينادي يوم بيح بالسرير فلا يالله لا تطفي شموعي وانا في جيرت اللي نستجير ولا قديم عزان الطبوعي وكني قد ملكت المستدير فلا يالله لا تطفي شموعي وانا في جيرت اللي نستجير قولوا يا الله ان الله يجعلنا وياكم من اهل الخير ابشركم تعدلت الاوضاع احمد الله ونشكره قدرني اشتري السلعه ب 50 ريال وابيعها ب 49
بخير ونعمة. أبشرك والله أني شريت لي في العيد اللي راح غنم نبغى رابح فيها، والله أنا ما تثني بسم الله عليها ما فيها شيء. لا ما خشيت اللي شريتها منه، يا جاها كحة على خفيف. أما القصائد فالقصائد واجدة، يبغون الغزل الناس. ما عندي أنا غزل، سويت لغز في سوق في الشرقية. أنا كنت أنتدب في الشرقية في العوامية، ننتدب شهر وشهر. فطلعت يا طول عمر السلامة وسويت قصيدتين. القصيدة الأولى فهي لبنتي، طلعت وعمرها ظني شهرين ولا ثلاثة وعندها حرارة. والثانية فرحت سوق اسمه دوار السلام في سوق الحب. فقلت في سوق دوار، قابلت لي في سوق دوار السلام ظبيني ناظرني وأنا قلبي معه، يبشم بلوف أهل الهوى وأهل الغرام ويرد كيد أهل العدالة منبعه، وعمات النسوان لا ردوا السلام وجموعهم دايم بلي منفعة. لا جات كل هدلة تلغلغ بالكلام، لا عادت الهدلة ولا منس. لا جات يقول عمات النسوان لا ردوا السلام هناك، لا قلت سلام عليك قال لك سلام تقول في المعارض. عمات النسوان لا ردوا السلام وجموعهم دايم بلي منفعة. لا جات كل هدلة تلغلغ بالكلام، لا عادت الهدلة ولا ما نسمع. حلمت واني راكب اللي برقها مبيض وتوه ظاهر من مصنع، مرات به جلد وتليفوني انعام ورقم اللي وحبت للرقوم الاربع. ترى لغز، هو لغز لفة كده. اما القصيدة حقت بنتي فدقت علي المرت وهي المعنية بالحكم، وكانت اول بنت اللي فتعرف شفقة عليها، قالت حرارتها 40 وانا خبل شريت لها جهاز ب 300 ريال غيرتها به في اذنها وفقعت مسامع والجهاز لا يطلع بالملي. قلت الله ليت ما احد ينكسره. المهم فعود يطلع من السلامه دقت قالت حرارتها 40، قلت حين يا الدهمش حرارتنا الطبيعيه 70. قالت يا ابن الحلال لا تتعب انت، أنت تتريق بنا وأنت مدريق، أنت ما تفهم، أنت ما أنت حق عائلة. قلت أقول عائلة ما عائلة، أنا والله والله أنا في الدنيا دي على سلوك ما عندي مش. المهم يا طلع من السلام أرسلت لها ثلاثة بيوت على الواتساب أول ما جالت لي بلحن، فقلت هي اسمها حور بنتي، وإذا قلبت الاسم يجي روح دراني يعرف. فقلت تجري بيا الدنيا على غير مشاي، هو قلبي على بعد المسافة شحوحي. تجري بيا الدنيا على غير مشاي وانا على سطح الثريا طموحي. يا حور يا قلبي ويا غاية مناي ويا بلسم جروحي ويا روحي روحي، افز قلبي كل ما جيت سراي وقلبي على بعد المسافة فضوحي. عيت فأعود أكتب قصيدة ثانية. أرسلت لي بنتي قصيدة في معنى القصيدة تقول حور أبطيت يابه ولا جيت ولا لنا بعد الله إلا أنت يابه، خليتني وانا مريضه وقفيت جسمين حل من ضيمه اللي لجال امشي وطاري جيتك بعد ما قفيت مثل المطر نستبشره وانها قابه، موجز علومي جاك يا ذايع الصيت وابي من سموك سريع الاجابه. قلت في داخلي حرب مثل حرب تكريت والهم مبدا جبهته وانت دابه، عند البشر ما شفت مثله ولا ريت والله لا ينزل علينا عقابه. تجمعت بعد وفراق وتناهيت يا من خذتها المعضله في شبابه، وانا بعد ما قد رويت وتهنيت من شخصنا احبه ولا ابغي عذابه، وياكم علشانه هويت وتعاديت وانا موفي بالمحبه انصابه، وانا تريني عي ما قد تشاويت اضحك وخلف السن ضيم وكآبه، ودارت دوالي بزمن لين مريت على زمانه للنجر والربابه،
ناس سواليفك بهلا تحاكيت ودان خير مرتكن في سحابه يا بنت انا دايم لي اصبحت ومسيت وانتي حديث فوادي اللي حكابه ويا حور لو تدرين وش له تخفيت يمدل ذي مثلي ظهر من ثيابه فالقل يجبرني على مفارق البيت والاهل والخلان ربع وقرابه والله يسود وجهي ليات ما دئتي وصل من يثر عينا غيابه وسلام في الجنة. يا بشرك انها عاصيه والله اني اشكي والله انا قالت ميدي البارح بابا قلت نعم انها جت لي بنتي جديده سميتها فاطمه ما شاء الله اي والله باسم الوالده والله انها قاعده هي بطن امها يمكن 11 شهر انا قلت قديم والله اني قلت تطلع تمشي لكن يا طلع من السلامه والله العظيم ابطا ولا عاد طلع لها عمليه وانا اطلع كذي 11 شهر عود يا طلع من السلامه جيت قالت يا بابا قلت نعم قالت ابغى احبك غمض عيونك قلت ابشري واضرب بيدها فنجان والله على ما جاب فعود ادفنها كذي ملاهي مع كراتين انا تراني جافي وشديد مع الطفولة هذه ما حد الأطفال هذول أنا مع الواحد إذا تعدى 6 سنوات خلاص باقي صغير كذا ما عاد أعتبره أنا عندي يا طول عمر عندي يا طول عمر السلامة قايد شروه من عندي القايد المندي وكان عندنا قايد من مدينة المنورة جهاني والرجال والله واقف شروه من عندي فوالله طلع من السلامة قال كان عندي إشكالية بسيطة في العمل قالوا عشان نضبط إشكاليتك سولنا قصيدة في واحد بيجي واحد بيروح إلا من الجهني بيروح الله يستر عليه ولا يسمع ولا القحطاني من المنادية المندي معروفين الله فقالوا سولنا قصيدة توالفها جميعا وحن ذيك الأيام في أيام يوم جت سوريا قد لنا سنتين أو سنتين وأكثر وكان ذيك الأيام يوم المشاكل في دماج في اليمن فواكبت الأحداث وعاد حن في عهد أبو متعب الله يسكنه جنات النعيم سويت قصيدة وقالوا جيب قصيدة صح ترى في شعار وفيه فأجيب لهم خوّلة ترى بنطشك من على وقلت بسم الله الرحمن رب الثقالين وأزكى صلاتي والسلام النبي محمد المختار ختم النبيين اللي سكن في الديرة اليثربية فيا مرحبا بأهل السجايا الوفيين اللي لها في شم اللي لهم في شمخ العز فيا ترحيبة يصل صداها الحرامين تهتف بها قوة عسيرة لبية اللي على حوض المنايا مبدين ويظلنا عند الأميرة أولوية في الحج والإرهاب والعسر واللين نعم عيون الزمرة المعتدية واليوم عليكم زود واليوم شفنا في السماء نوض برقين من السراهل دار خير البرية فأهل المدينة رحبوا بالمجلين يا مرحبا وجهينة الحكام الأدنى والأقصين ترقى بيارقها على كل هيه ونجيت للمندي حفيد السلاطين تلقى الشجاعه والكرم والحميه صديقهم في الملاقى حاطين اهل السطر والكار والنار حيه ما الله يوفقكم ما هو من اللي نجيت له قال بعدين وشيك على المكتب صباح وعشيه الا وقف وقف الطليق الحجاجين اللي قناديل الامل بهمضيه فالله يقدرنا على مكسب الزين ويجعلنا بين العرب قابليه والله يثبتنا على كلمة الدين ونعود له من دون ذنب وخطية ويصلح لنا شان العرب والمسلمين اللي غدت بأفعالها العنجهية فالشام ينزف جرحها فوق عامين واليوم في دماج كم من ضحية وباقي الدول تشكيلها سنين وسنين من جور حكام خذتها صبية وفي ظل أبو متعب وظل الحرمين ما طالنا من جور الأيام سية فله الثناء والحمد رب الثقالين وازكى صلاتي والسلام النبي محمد المختار ختم النبيين اللي سكن في الدير ذلية الربية سلام القصائد تراها يعني انا والله ما انبسط لقني هي مجلس كذا القى جوي ولا ما حد يعطيني وجه لا قدري في الدير قالوا ها خلك يا جنب الله